اليوم على بركة الله تنطلق ثلاث مشاريع جديدة من مشاريع الإعمار في مدينة الموصل التي تقوم بها مديرية بلدية الموصل بإشراف محافظة نينوى متمثلة بالسيد المحافظ وإدارة بلدية الموصل. حاليا اليوم احنا باشرنا بالموقع الأول اللي هو السايدين من حي العربي مرورا إلى كلية الزراعة ونفق القصور. هذا المشروع الأول اليوم راح يتضمن العمل خلال الأيام القادمة الاستمرارية بعمال القلع ومن ثم معالجة كافة الأضرار الموجودة والتبليط والإكساء واستبدال القوالب والأرصفة. هذا فيما يخص المشروع الأول. عندنا مشروع آخر إن شاء الله يوم تمت المباشرة بالبدء بأعمال هذا الشارع، هي من مدخل الكندي إلى تقاطع العريان. سيتم إنهاء هذا الملف هذا الشارع بالكامل من إنشاء شوارع خدمية، جدران ساندة للمناطق المرتفعة قرب مدرسة الأوائل وإلى آخره من الأعمال التنظيمية لهذه السايدين، بحيث إن شاء الله تكون سايدين نظامية. كذلك بدأت اليوم لدينا الأعمال بالمشروع أو المرحلة الأخيرة من تطوير مدخل دهوك من نفق القصور باتجاه الرشيدية. هذه الأعمال كلها متزامنة مع الأعمال الأخرى التي تقوم بها مديرية بلدية الموصل بإشراف محافظة نينوى لتكون مدينة الموصل من أجمل محافظات، من أجمل مدن العراقية إن شاء الله.